يمارس حياة كإنسان بشري، مش بالضرورة كل صغيرة وكبيرة يعني هي مسائل وحيية. طبعا هذا النمط من التفكير يحافظ على نبوية النصوص الطبية، وفي الوقت عينه يقرأها بطريقة تفصلها عن السياق الوحيي. مثل طبعا ربما يعتمد هؤلاء أيضا على حديث تأبير النخل وأمثاله الذي ورد في مصادر الحديث عند أهل السنة، والذي يقول بأنكم أعلم بأمور دنياكم، خاصة أن الطب والبدن من أمور الدنيا قد تصنف مثلا، والرسول يصرح فيها بأنكم أعلم بها على وفق الرواية السنية. فأعتقد هذا هو الإطار الذي دفع شخص مثل ابن خلدون لقول ما قال. طبعا الفرق بين ابن خلدون بين النمط الأول من النقد، نقد الطب الإسلامي على أساس المقارنات، النمط الأول كان يريد أن يقول لا يوجد مشروع في الطب الإسلامي إلا مشروع الطب القديم، فلا داعي لخلع صفة الإسلامية عليه. ابن خلدون يريد الحفاظ على صفة النبوية على هذه النصوص، لكن يسلبها طابع الوحي الحامل للقداسة. أختم هذا الجانب المنهجي الفلسفي بالتعليق النقدي الذي يعني يركز عليه العديد من النقاد هنا، وهو أن مشروع الطب الإسلامي يحاول إثبات نفسه عبر مغالطة الثنائيات. في الوقت الذي يسجل ملاحظات نقدية على الطب الكيميائي الحديث، يعتبر أن هذا الطب إذا تم تصفيته أو تشكيك الناس به وسلب ثقتهم به فهذا معناه صحة الطب الإسلامي. النقاد هنا يقولون نقد الطب الكيميائي يجب أن يكون من خلال عبور منه، لا من خلال المرور بجانبه. ما بعد الطب الحديث لا يعني العودة لما قبله. ما بعد الطب الحديث، عندك أنت مشروع ما بعد الطب الحديث، يعني أن تخوض تحدي تقديم طب منافس يبني على ما توصل إليه الطب الحديث من مسلمات ويمر ويعبرها ويذهب إلى نسخة أكثر صحة منها. هذا هو المسار الطبيعي. العديد من النقاد يعتبر أن جماعات الطب الإسلامي حاولت أن تصور محاربة للعلم الحديث على أنها محاربة للثقافة الغربية، وهذا أيضا مغالطة. النقد الأخلاقي للطب الحديث، نقد الثقافة الغربية، ممارسة قراءة فلسفية للبنيات التحتية التي ينبني عليها الطب الحديث، أو فلسفة الطب كما يسموها يعني أنصار الفلسفة المضافة، كل هذا أمر مشروع براحتك، ما حدا يناقشك. عندك رؤية معينة ما عندي مشكلة، عندك قراءة أخلاقية ما في مشكلة. إدخال هذه القضايا في سياق خطاب شعبي وإيديولوجي تشويش، يشبه نفس المعاناة التي وجدناها عند بعض العلماء في بداية القرن العشرين عندما عارضوا المدرسة العصرية على أساس أنها معلم من معالم الثقافة الغربية. إذن نقد الطب الحديث لا يكون إلا بدخوله ثم العبور منه، لا بحذف سلسلة من قرون التطور المعرفي وكأنها ليست موجودة، وإعادة الاتصال بالقرون الأولى كأن هذه 700 سنة لا وجود لها، بما يذكرني بالانحياز العلماني غير المبرر الذي قام به معارضو الكنيسة عندما حذفوا القرون الوسطى، حتى أنهم لم يطلقوا عليها اسما، سموها بالقرون الوسطى، نوع من إعطاء صفة النكرة. هذه قرون وسطى ما بين العصر الذهبي اللي إجا بعدها وبين العصر الذهبي الروماني الذي كان قبلها، في حين أثبتت كثير من دراسات تاريخية أن جهود الفلاسفة والمفكرين والعلماء وغيرهم في القرون الوسطى هي التي أفرزت بالتدريج ما وصلت إليه أوروبا في العصر الحديث. هذا نفس الشيء يريد أن يحذف كل هذا ويقول نرجع إلى الوراء، في حين أن مسار تطور العلم يتطلب العبور من داخل القناة للخروج بنسخة أفضل تستطيع نقد التجربة السابقة. وهذا هو المنطق الطبيعي لنمو المعرفة. لا ننكر حق الجميع في ممارسة نقد على ما وصل إليه علم الطب اليوم عند البشر، أي علم آخر أيضا وفقا لقواعد النقد. هذا النقد ممكن يكون فلسفي منهجي، الغرب أيضا ما زال يواصل نقده في هذا السياق. لا مانع أن واحد يجي يقول لك أنا أرجح الطب الوقائي على غيري، براحتك ترجح الطب الوقائي ما عندنا مشكلة. لا مانع من توجيه نقد أخلاقي للعلم الحديث بما فيه الطب. اليوم أصلا في صراع عالمي واضح بين العلوم والتكنولوجيا من جهة وبين المدارس الأخلاقية في العالم من جهة ثانية. هل يجب ممارسة رقابة أخلاقية على العلم أو التكنولوجيا أو لا؟ هل الفلاسفة وعلماء الأخلاق والقانون يجلسون يفكروا في حلول بعد أن يضرب العلم والتكنولوجيا ضربتهما وتنتشر بسببها المشاكل الأخلاقية، أو أن لهم أصالة؟ أسئلة مطروحة، هذه كلها في المشاكل مطروحة، هذه كلها سؤالات مشروعة وضرورية أن نبحث فيها بعقل مستقل غير مستقيل، بإبداع لا باتباع. لكن كلامنا ليس هنا، كلامنا أن ما يسمى بالطب الإسلامي هل له وجود أو لا، وعلى تقدير وجوده هل هو قادر يكون طب بديل عن طب الحديث، يعني يقدر يعطي أجوبة على ما يجيب عليه الطب الحديث ويواجه التحديات التي يواجهها أو لا. هذا هو السؤال، وإلا ما حد عنده نقاش في وجود مساحة مهمة للسلامة للصحة للوقاية في النصوص الإسلامية.
كثير قد يوافق أيضا على وجود إشارة علمية هنا أو إشارة علمية هناك في القرآن الكريم في السنة، مثلا بعضهم ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا اعتبر لها إشارة معينة في موضوع ما مثلا البنج والتخدير وإلى آخره. مشكلة براحتك، ما حد عنده مشكلة في هذه الجزئيات، لكن هذا مختلف عن دعوة وجود نظام طبي. لهذا حتى بعض النقاد يعني كشاهد على ادعائهم يلاحظون أن الطب الإسلامي ليس فيه نظام تشخيص أمراض. يعني إذا أنت سألته للطبيب الإسلامي وين تشخيص الأمراض اللي قدموا لنا، كيف ميز السرطان عن السكر؟ يعني في عندك رواية في تمييز السرطان عن السكر، وين أستطيع أعرف ذلك؟ كيف؟ ما في. خلاصة، الإسلام بتوجيهاته السلوكية يترك تأثيرات بلا شك على السلامة البدنية والعامة، مثل أكثر الأنظمة الإيديولوجية التي تتدخل في نمط عيش معاصريها ومناصريها. لكن هذا غير وجود شيء اسمه طب إسلامي مبني على علوم تمثل البناء التحتي ثم تشخيص أمراض ثم علاجات. مثلا نظام النوم اللي بيقدم لنا إياه الإسلام، نومنا ويقظتنا، الصيام، نظام الذكر، العبادة، العلاقة الروحية مع الله، الدعاء، البكاء، أكيد هذه كلها لها تأثيرات على الصحة والبدن، لا يشك أحد في هذا. لكن هذا شيء، ووجود علم طب بالمفهوم المتنازع عليه شيء آخر. والحذر، كل الحذر أن لا نقع ضحايا ألعاب لفظية أكثرنا من الوقوع ضحايا فيها في أكثر من موضع. هذا ما يتعلق بالشق النقدي الأول وهو الشق الفلسفي.